أيضا يسأل الأخ حسين رزق جمعة عن كلمة عبسة في سورة عبسة، ويقول وما معنى العبس الوارد في القرآن؟ العبس معناه عبس الإنسان إذا قطب جبينه وظهرت عليه الكراهة، يعني يتضايق الإنسان من شيء يظهر على وجهه الكراهة والعبوس وعدم الانبساط، هذا هو الأصل. وعبس وتولى في القرآن معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه بعض الكراهية والتضايق بسبب أن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله تعالى عنه جاءه يسأله عن أمور من أمور دينه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته ناس من أكابر قريش، وكان عليه الصلاة والسلام يطمع في إسلامهم وترغيبهم والتحدث معهم لعل الله أن يهديهم ليدعوهم إلى الله عز وجل. فلما جاء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه يسأله وهو مشغول مع هؤلاء، كأنه كره مجيء عبد الله بن أم مكتوم في هذه المناسبة وكره سؤاله لأنه يشغله عن التحدث مع هؤلاء، فعاتبه الله عز وجل على ذلك وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى يعني من المشركين استغنى عن الله عز وجل تكبر عن دين الإسلام فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. والمعنى أن الله ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم عدم استقباله لعبد الله بن أم مكتوم الذي جاء راغبا في الخير ومقبلا على الخير، وانشغاله مع قوم لا رغبة لهم في الخير ولا محبة لهم في دين الإسلام، بل هم في زعمهم أنهم في غنى عنه، فهم ليسوا راغبين ولا مقبلين على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا جاء العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم.